أهلا متابعينا الكرام. اليوم يعني بعد الكثير من المشاكل التي حدثت بموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تسجيلات الماستر 2018، الكثير من الطلبة يعني عندما أرادوا التسجيل وقعوا في العديد من المشاكل، العديد من يعني الأخطاء. الآن يعني في هذا الدرس سنريكم يعني كيفية يعني حل جميع المشاكل وبسهولة. في البداية بعد الدخول إلى الموقع ستذهبون عند كونتاكت يعني الاتصال. هنا جميع يعني وسائل الاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقط ما علينا القيام به هو يعني إما الذهاب إلى يعني عنوان الحي أو المقر الوزارة، أو بالاتصال على رقم الهاتف، أو كذلك عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، وكذلك يعني الاتصال على البريد الإلكتروني. بداية سأوضح لكم كيفية الاتصال وكيفية إرسال رسالة توضيحية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يعني أعزائي، من الأفضل استعمال متصفح فايرفوكس لسهولة الاستعمال وسرعته. سننسخ هذا العنوان البريدي كما لاحظتم هنا، سنضغط هنا على إنشاء كما لاحظتم، ثم هنا يعني سنأخذ يعني البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة، ثم يعني نكتب رسالة جديدة إلى يعني إلى هذا البريد. تضعه هنا كما لاحظتم، عفوا، وتكتب الموضوع هنا، مثلا إرسال، مثلا إرسال كلمة سر جديدة. يعني أنتم تختارون يعني نوع مشكلتكم، ثم إني يعني هنا تكتبون يعني رسالة توضحون فيها المشاكل بالتفصيل. لقد يعني وضعت لكم يعني نموذج لرسالة كتبتها أنا كما تلاحظون هنا على هذه الشاشة. تكتبون إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، ثم هنا تكتبون طلب حل بعض المشاكل في حسابي عند التسجيل في الماستر، ثم تكتبون الاسم واللقب، يعني تاريخ الميلاد وبعض المعلومات، وحتى يعني بالتفصيل، ويمكنكم نسخها. سأضع لكم الرسالة أسفل الفيديو، ثم تنسخون هنا كما لاحظتم. بعد ذلك يعني يمكنكم يعني إدراج بعض الروابط مثل رابط حسابكم، رابط الإيميل الخاص بكم، كذلك يعني يمكنكم إضافة صورة لتسجيلاتكم للتوضيح أكثر، ثم الضغط على إرسال. إلى هنا أعزائي الطلبة والمشاهدين متابعي قناة إلينا برودكشن، أرجو أن يعجبكم هذا الشرح البسيط. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك على قناتي والضغط على زر الإعجاب. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله.